السلام عليكم محبي الانمي. مقطع اليوم سيكون عن توب 5 انميات حزينة ودرامية ستغير من حالتك النفسية كأقل تقدير بعد مشاهدتها، وسيكون ترتيبها في الفيديو من الأضعف إلى الأقوى. بالمناسبة إن كانت لديكم أي مواضيع عن انميات تريدون أن أتحدث عنها في الفيديو القادم إن شاء الله، دعوها في التعليقات. للتذكير، هذه الانميات قد تكون نهايتها جيدة أو سيئة، لذا سأتجنب ذكر ذلك لتفادي الحرق. إذن لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك، تابعوا الفيديو للمزيد من التفاصيل. بيس. في المركز الخامس لدينا انمي بلاستيك ميموريز، التصنيف دراما رومانسي خيال علمي، عدد الحلقات 13. تدور احداث الانمي في زمن الات تسمى جيفتيا، والتي تشبه البشر كثيرا من حيث الارادة الخاصة، كما يمكن ان تفرح وتحزن لدرجة انه لا يمكن تمييزه عن البشر، لكن عيبها الوحيد هو انها تصبح خطيرة جدا بعد تجاوزها مدة محددة. باختصار، القصة تركز على الاحداث التي تقع بين بطل القصة واحد هذه الالات. والآن مع أنمي أنجل بيت، التصنيف أكشن كوميديا دراما فوق الطبيعة، عدد الحلقات 13. القصة تتحدث عن الحياة ما بعد الموت، حيث تعيش شخصية القصة في عالم لا يمكن أن تموت فيه، ولكن ستختفي إذا أطعت الملك وتخلصت من ندمك في الحياة. ويبقى السؤال المباشر والمحير هو أين ستذهب هذه الشخصيات بعد اختفائها؟ هل سترجع إلى الحياة الواقعية أم ستختفي للأبد؟ تابعوا الأنمي للمزيد من الأحداث. في المركز الثالث انمي اكاميغا كيل، التصنيف اكشن مغامرات خيال، عدد حلقات 24. القصة وباختصار تتحدث عن المقاتل تاتسومي الذي انطلق الى العاصمة ليكسب المال لقريته المتضورة جوعا، ليرى عالما من الفساد الذي لا يمكن تصوره، ثم ينضم بعدها الى مجموعة من المعارضين تحت اسم غارة الليل.
في المركز الثاني أنيمي ريزيرو، التصنيف دراما خيال، عدد الحلقات 25. تدور القصة حول سوبارو الذي تتغير حياته الطبيعية إلى مكان آخر وزمان آخر، ثم يقابل الفتاة إيميليا التي أنقذته من موقف حرج، ويفكر في أن يرد لها الجميل، وفجأة يقتل الاثنين تحت ظروف غامضة. فيكتشف سوبارو بعدها أن لديه قدرة العودة بالزمن أو العودة من الموت، ويستخدم هذه القدرة لرد الجميل وإصلاح أخطائه. أما في المركز الأول لدينا أنمي ستانز جيت أو بوابة شتاين، التصنيف خيال علمي إثارة، عدد حلقات 47. تدور الأحداث حول مجموعة من الأصدقاء استطاعوا التوصل إلى طريقة لإرسال رسالة نصية إلى الماضي عن طريق الهاتف والمايكروويف بعد عدة تجارب. فعرفت منظمة تختص بالبحث بطرق السفر عبر الزمن تدعى سيرين بأمرهم، وبدأت بتعقبهم، فعلى شخصيتنا الآن التوصل إلى طريقة للإفلات. الأحداث والشخصيات محبوكة بشكل متقن، خاصة شخصية أوكابي العالم المجنون.